إن العبد إذا دعا واعتصم بالله والتجا وصدق في دعائه والتجائه تفتحت أبواب السماوات. إذا دعا الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء أو عظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه. إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء. المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله. مقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله، فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم. فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري، يا ربي إليك التجأت، يا ربي إليك اشتكيت، يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك. إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات، وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكروبات وتسهيل المهمات. إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب.